يعودوا إلينا أو ينضموا إلينا من جديد مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك من خان يونس. أهلا بك يوسف. ميدانيا هل هناك جديد فيما يتعلق باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع؟ نعم، يعني دعني أكمل الفكرة التي كان يتحدث بها رجل الدفاع المدني فيما يتعلق بصعوبة الوصول إلى الضحايا في شمال القطاع. الحال لا يختلف كثيرا أيضا في مدينة رفح التي تتعرض للعملية البرية، حيث هناك عدد من الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم، لا سيما في المنطقة الغربية هذه المرة من مدينة رفح، نظرا لكثافة النيران وإطلاق القذائف المدفعية صوب حي السلطان وكذلك منطقة الحي السعودي. الآليات الإسرائيلية لا تزال تتمركز في مدينة رفح عند مسجد ذو النورين شرق منطقة يبنى، وتتوغل عدد من الآليات إلى وسط هذا المخيم، بينما تناور عسكريا الآليات المتمركزة عند بوابة صلاح الدين باتجاه وسط المدينة وتحديدا في محيط المشفى الإماراتي، وتقترب من منطقة دوار العودة لكنها لا تتمركز طويلا هناك، وإنما تسيطر ناريا على هذه المنطقة. في منطقة تلة زعرب أيضا سجل في الساعات الأخيرة سماع دوي إطلاق نار كثيف على ما يبدو ناجم من اشتباكات تخوضها المقاومة الفلسطينية مع الآليات المتوغلة وجنود الاحتلال، بينما أيضا يتكثف القصف المدفعي والغارات الجوي أحيانا في المناطق الشرقية من مدينة رفح وتحديدا شرق حي السلام وشرق حي جنينة وفي المناطق الشرقية لخربة العدس. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الآليات المتمركزة في المناطق الشرقية لحي السلام وجنينة لم تتقدم غربا، وإنما تقوم بعمليات تجريف واسعة في المنطقة، وقد أظهرت بعض الصور حجم الدمار الذي خلقته هذه الآليات الحربية، إضافة إلى أن منطقة الشوكة أحرق الكثير من منازل المواطنين فيها بفعل إقدام جنود الاحتلال على إشعال النيران فيها. كذلك أحرق المسجد الوحيد في منطقة الشوكة ودمر بشكل كلي. أما في بقية المحافظات فقد سجل صبيحة هذا اليوم إطلاق النار وبعض القذائف المدفعية باتجاه أقصى المناطق الشمالية الغربية من المحافظة الوسطى وتحديدا شمال غرب المخيم الجديد في منطقة النصيرات. الغارات التي شنها الاحتلال فجر هذا اليوم على مخيم لبريج وسط القطاع أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، وأحد الصواريخ لم ينفجر بعد استهداف منزل في بلوك 4. كان المنزل يعج بالنازحين، وحسب معلوماتنا كان هناك أكثر من 50 نازحا داخل هذا المنزل الذي لم ينفجر فيه الصاروخ الذي أطلقته الطائرات الحربية. أشكرك شكرا جزيلا يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس.